كريمه من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني من أراد نشر مقطع تقول استمعت إلى جواب لك في مسألة عدم الاعتداء على مقاطع العلماء وشيء من هذا القبيل تقول أنا أحيانا مثلا أحصل على مقطع نافع ولا أعرف الحساب هذا ولا ما ينشر فأقوم بوضع ملصق مثلا على اسم الحساب وما أعرف هذا الرجل من أهل العلم لكن أرى بأنه نافع كلمة بارك الله فيك أولا بالنسبة للمقاطع المنتشرة الغالب أنها بفعل الناس الذين يريدون الخير والإحسان ونشر يعني مثل هذا الخير بين الناس فالعلماء هؤلاء أو طلبة العلم لم يأمروا بهذا ولم يقصدوا ذلك لكن الناس يجتهدون من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب نشر الخير وهؤلاء يؤجرون إن شاء الله لكن يعني اظن تسالين عن قضيه يمكن جواب لي قريب مساله يعني خلفيه الاهات اظن من من قريب السؤال آه الاهات وضع اهات كذلك بعض الناس يعتدي على المقطع ويضع شريط اسود على عين الشيخ وهو يتحدث مثلا او صورته مثبته هذا اعتداء على على هؤلاء الاشخاص ومن الذي سمح له ان يضع آه لاصق اسود على عين الشيخ او طالب العلم مثلا والامر الاخر اختي الفاضله من المهم جدا التاكد من المحتوى يعني ما كل صوتيه او ما كل مقطع حتى ولو كان يعني ظاهره شرعي انه ينشر لابد من التاكد لابد من فحص المقطع والصوتيه هذه ومعرفه عن ماذا يتحدث هذا الشيخ فقد يكون شيخ يقرا يعني ايات قرانيه لكن ينشر بدع ينشر مخالفات ينشر محدثات فلهذا يعني ركز الانسان على العلماء الموثوق بدينهم وامانتهم ورسوخهم ولهم قدم صدق في الاسلام والحمد لله يعني كلامهم منتشر بين الناس وكذا اما الاشخاص الجدد مثلا او الذين هم مجاهيل مجاهيل حال يعني هو تشوفينه مثلا يتكلم لكن ما تعرفين من هو لا تريثي وتثبتي ولا تستعجلين اتستعجل احيانا قد يكون المقطع بذاته المقطع بذاته جيد لكن انت تروجين لشخص مثلا قد يحمل فكر معين قد يكون عنده غلو عنده تطرف عنده تشدد او في المقابل عنده تساهل مثلا يعني يعني الحاله بين افراط وتفريط او غلو او جفاء فواحد يحذر فالاشخاص اللي خاصه حدثاء على الفتوى او على العلم او كذا جدد يتريث الانسان تريث مع مع يعني احسان الظن وكذا انا ما اتكلم على هذه القضيه لا احسان الظن وايضا الدعاء لهم لكن نشر المقاطع هذه احيانا قد يعني تنشرين شيء وتروجين لشخص ممكن قد يكون عنده اشياء اخرى غير جيده فانت تسوقين له وربما سقط بسبب فتاويه او علم او دعوه ضحايا كلها ضحايا كثر يعتنقون فكر متشدد او فكر متساهل في المقابل ايضا بارك الله فيك يا كريمه